امبارح ضجت السوشيال ميديا بخبر اعتذار انغام عن غناء تتر مسلسل نسل الاغراب، وبدوره محمد سامي اصدر بيان صحفي بيقول من خلاله انه انغام قدمت اغنيه التتر واغاني اخرى ورباعيات ضمن الاحداث، لكن ما اعجبته الاغاني من انغام لانها ما بتتماشى مع الطبيعه السعيديه للعمل، فاعتذر لها وعم يبحث عن مطربه اخرى لغناء التتر. بص، هو الموضوع صبحي صراحة كان مفاجئ جدا، لأنه انغام ومحمد سامي بتجمعهم علاقة كويسة جدا، دي اول حاجة. تاني حاجة، هم اوريدي طلعوا قبل كده وكان في بيان بيقول ان هم حابين يتعاملوا مع بعض. وانغام في احدى اللقاءات التلفزيونية قالت ان محمد سامي مخرجها المفضل وهي حابة ان هي تتعامل معاه، ولكن سمعنا بعد كده انتشرت الاخبار انه انغام اللي اعتذرت عن تقديم التتر وغنائه، ففي حاجة مش مفهومة في الموضوع. عن جد في حاجة مش مفهومة، بس بعتقد انه هن اثنيناتهم يعني ما دام في بيناتهم هاي العلاقة الطيبة رح يكون الموضوع بيناتهم اكثر، هن بكونوا اتفقوا على هذا الموضوع. بس كمان المفاجأة الكبيرة هي كمان إعلان أصالة خلال لقاء عبر راديو إنرجي مبارح أنها رح تشارك بموسم رمضان من خلال غناء 4 تترات لمسلسلات، وأوريدي انتهت من تسجيل تتر مسلسل روجينا بنت السلطان، وتتر حرب أهلية ليسرى، وتتر قصر النيل لدينا الشربيني. رابع تتر الحقيقة ما رضيت تكشف عنه، بس قالت إنه هو حيكون مفاجأة ورح تكون قوية، وصفتها هي. الناس بدأت تقول حقيقة إنه يعني أصالة بأربع تترات ممكن تصير الموضوع هي إنه تكرر حالة، بس أنا مثلاً ماني مع هاي الفكرة، لأنه بعتقد بما أنه تترات مسلسلات فكل مسلسل له حبكته الدرامية، له قصته، له كلمات، له ألحان، وأصالة يعني مغنية كبيرة فرح تعرف شلون تنوع بصوتها الغنائي، وخاصة أنه هي يعني سبق ونجحت بتترين غنائيات اللي قدمتهم هنن إذا بتذكري لا تطفئ الشمس، وطبعاً عدد كبير من السيدة الأولى كمان. بص أنا هقول لك حاجة، إذا بتسألني عن رأيي، هي طبعاً كانت مفاجأة كبيرة جداً إعلان أصالة عن التترات، وأنا عاشقة لصوت أصالة والأصالة، بس من وجهة نظري إنه 4 أعمال في نفس الموسم I think إنه يمكن مش صحي نوعا ما، ولا الأصالة ولا العمل نفسه، ولكن ما نقدرش نحكم على الموضوع ده دلوقتي غير لما تنزل الأعمال ونسمعها ونشوف الاختلاف اللي أصالة هتقدمه في كل عمل. لا بس بدي أسألك سؤال، هلا أن ال4 أعمال ممكن يكون نفس المشاهدين عم بيشوفوها؟ بص يا صبحي هقول لك، انت بتتكلم في نفس الموسم، الموسم الرمضاني، عشان كده بقول لك هو موسم صعب قوي. فاه ممكن يكون في مشاهد بيتابع 3 أعمال يكونوا كلهم بيتابعوا. الأولى أنت لهلا؟ طبعا. طيب ما اوكي، لا ما تفهمش كلامي غلط، انا قلت انا عاشقه لاصاله وصوت اصاله، ولكن انه ال4 أعمال يكونوا في نفس الموسم وهو الموسم الرمضاني، اعتقد انه ده ممكن يكون فيه خطوره على اللي بيتقدم. اللي بيتقدم، فاحنا نستنى احسن نشوف الاعمال. انا ما بشككش ابدا. لا ما انا قصدي في اعمال اصاله ولا في صوت اصاله، ولكن انا بقول انه يمكن مش صحي انه يبقوا 4 أعمال في نفس الموسم في نفس الوقت لفنانه واحده، ان كانت اصاله او غير اصاله. احترامي طبعا للجميع.